الرحمن الرحيم. في إطار تغطية احتفالات رأس السنة الميلادية وبتعليمات من السيد المدير العام للأمن الوطني، تحرص ولاية أمن القنيطرة على توفير كافة مواردها البشرية ووسائلها اللوجستيكية لتأمين هذه الاحتفالية الكبرى. ولهذه الغاية فإن ولاية أمن القنيطرة بجميع تشكيلاتها ومصالحها حريصة على توفير الأمن في مختلف المحاور وأحياء المدينة، وحريصة على تكريس الشعور بالأمن لدى المواطنين حتى تمر هذه الاحتفالية الكبيرة في أحسن الظروف أمنياً. وشكراً. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.